أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة المصرية على تمكين وتشجيع القطاع الخاص في مختلف القطاعات والمجالات وعزمها إتاحة الحوافز اللازمة للمستثمرين. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع مسؤولي مجموعة أثينا الطبية لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي. وأوضح مدبولي أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات ملفات عمل الحكومة، وأن اجتماع اليوم يأتي في إطار بحث سبل التعاون مع المجموعة الطبية والتعرف على خططها للاستثمار في مصر والتعاون مع وزارة الصحة لضخ الاستثمارات بالقطاع الصحي وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم بشأن تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل مركز للبيانات الخضراء. وتستهدف مذكرة التفاهم إنشاء مركز للبيانات الخضراء مزود بحوالي 200 ميجاوات طاقة كهربائية مولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وبموجب مذكرة التفاهم يتم تنفيذ المشروع تحت مظلة المناطق الحرة الخاصة على مرحلتين، ويعمل المشروع على تصدير الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء المستهدفين حول العالم. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية حق الانتفاع لمشروع إنتاج طاقة الرياح بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت بساعة 1.1 جيجاوات وباستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار. يعد هذا المشروع الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم. وسيسهم المشروع في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتوفير نحو 840 ألف طن وقود سنويا، مع إتاحة نحو 6000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لنحو 1 مليون وحدة سكنية. عقد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي مباحثات مع جانيت يلن وزيرة الخزانة الأمريكية. وخلال اللقاء اتفق الجانبان على أن هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة. كما أكد الوفد المصري الحرص على استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الداعمة للقطاع الخاص. من جانبها أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية على الدعم القوي لمصر ولبرنامج الإصلاحات، معربة عن استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لمواصلة العمل المشترك بشكل وثيق مع مصر. هذا واجتمع الوفد المصري مع كريستالينا جوجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، التي أكدت أن صندوق النقد الدولي سيظل شريكا قويا لمصر في هذه الأوقات الصعبة. أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر الماضي، مقابل 35.9% في نوفمبر من عام 2023. وأضاف البنك المركزي أنه وفقا لمؤشراته فقد سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلا شهريا بلغ 1.3% في ديسمبر الماضي، مقابل معدل شهري بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1% في نوفمبر من عام 2023. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهر بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% ليصل إلى 78 دولار و49 سنت للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 1.7% ليصل إلى 73 دولار و31 سنت للبرميل، بينما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 97% لتصل إلى دولارين و67 سنت للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.61% لتسجل 3 دولارات و7 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
بدأت نقابة سائقي القطارات في ألمانيا إضرابا لمدة 3 أيام، وذلك عقب تصاعد الخلاف مع شركة إدارة السكك الحديد المملوكة للدولة حول ساعات العمل والأجور. وتوقفت رحلات القطارات في جميع أنحاء البلاد والعديد من المدن تقريبا، حيث يواجه الركاب والمسافرون صعوبة في العثور على بدائل للسفر لمسافة طويلة بوسائل المواصلات. وقالت شركة دويتش المملوكة للدولة إن نحو 20% فقط من قطارات المسافات الطويلة لا تزال تعمل، لكن قطارات الركاب في مدن مثل برلين توقفت عن العمل.